بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أخيك أبي الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. كل البشرية تسعى إلى التكامل بغض النظر عن الطائفة، عن البلد، عن الهوية، كل البشرية جمعاء تسعى إلى التكامل، وهذا محل اتفاق عند جميع البشرية، كل يريد أن يسير نحو التكامل، ولكن البشرية عادة تختلف في اختيار الطريق الذي يؤدي إلى هذا التكامل، فتجد البعض يظن إن المال هو الطريق إلى التكامل فيجد ويسعى من أجل جمع المال، ويظن البعض الآخر ربما الجاه هو الطريق إلى التكامل فيسعى أن يكون وجيهاً، والبعض يظن إن الذرية هي طريق التكامل فيكثر من الذرية، وهكذا تتفاوت هذه البشرية في الطريق. ولكن طريق التكامل الحقيقي، من أراد أن يسير إلى التكامل، إلى الحياة الطيبة، إلى السعادة، يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول الذي يحتاجه هو الإيمان، الأمر الآخر هو العمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر وأنثى، بغض النظر عن الجنس، من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لاحظ الآية أكدت على أمرين، العمل الصالح والإيمان. هنا نحن في رسالة عاشوراء، في رسالة الأربعين، في كل الرسائل التي ترتبط بالإمام الحسين، نجد إن العمل الصالح الذي يتجسد بالمبادئ، الذي يتجسد بالقيم، الذي يتجسد بكل ما أراد الإمام الحسين وأراده أهل البيت عليهم السلام، فنجد هنا قيمة الوفاء، نجد هنا قيمة العبادة، نجد هنا كل السبل المؤدية إلى التكامل. ما من حركة يقوم بها الزائر في هذا الطريق إلا وهو يؤدي إلى التكامل، يسير باتجاه مبدأ الوجود. ومن هنا عندما نحتك بهؤلاء الزائرين نجد ما من حركة، ما من قول، ما من فعل ينطلق من هؤلاء، يبدي من هؤلاء إلا ويؤدي إلى التكامل. فهذه الخطوات مما من كل الطرق، من أين خرج هذا الزائر؟ ما إن وضع قدمه في هذا الطريق إلا وبدأ بالسير نحو التكامل. لماذا؟ لأنه قطعاً قد تلبس بالإيمان، بالإيمان بقضية الإمام الحسين، بأربعينية الإمام الحسين، بطريق الإمام الحسين. إضافة إلى هذا الإيمان العمل الصالح. لاحظ الأقوال، ماذا تسمع في هذا الطريق؟ ماذا تردد في هذا الطريق؟ كيف تتعامل مع الآخرين في هذا الطريق؟ نجد الخدمة في أعلى المستويات بالقول وبالفعل. لذا من أراد حقيقة السير الحقيقي نحو طريق التكامل فلينتظر هذا الموسم، فلينتظر هذا المسير، هذه الأربعينية، هذه الزيارة، هذا الارتباط بالإمام الحسين وأصحاب الإمام الحسين، حتى يحاول السير الحقيقي نحو التكامل. يجد هنا كل مفردات التكامل، كل مفردات العمل الصالح، كل مفردات الإيمان تتجسد، وليس فقط على نحو النظرية، بل تجد هنا التطبيق الواقعي للإيمان وللعمل الصالح وللسير نحو التكامل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن سار بهذا الطريق ووصل إلى الحياة الطيبة.